أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 558 إصابة من كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين إلى 33,367 حالة. إلى ذلك، وفي رقم قياسي يعد الأعلى منذ 30 من مايو الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند تسجيل 909 إصابات جديدة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة. في 24 ساعة الأخيرة ثبتت وتأكدت إصابة عدد 909 حالات بفيروس كورونا سارس كوف 2 والمسبب لمرض كوفيد 19. بلغ عدد المواطنين الكويتيين والذين ثبتت إصابتهم من هذا الرقم هو 479 حالة، وبقية الحالات وعددها 430 حالة توزعت بين جنسيات أخرى مختلفة. أما فيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة والتي استدعت حالتها العناية المركزة فقد بلغ عددها 152 حالة. الرقم رقم العناية ولله الحمد مستقر منذ أيام، ونسأل الله اللطف لجميع الحالات. تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية حالتي وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف 2، والذي كان السبب الرئيسي للوفاة هو مرض كوفيد 19 أو مضاعفاته.